مرحبا واهلا وسهلا معكم من الطوفه. دائما كنغبر عليكم، ولكن ملي كنغبر ملي كنعاود نجي دائما كنجيب لو انا كنجيب شي حاجه اللي هي كتعلق يا اما بالطبخ يا اما بالحلويات يا اما انه كتكون بعض النصائح او بالاكثر انه كتكون لكل ما كيعود على الجمال ديال البشره. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الماسك اللي هو ماسك روعه روعه البنات وزوين بزاف، الفوائد ديالته كذلك زوينه بزاف اللي هي اللي كتعلق بماده الكولاجين اللي كيعود على البشره ديالنا بلوتان. كيكون عندنا واحد السطحه السطحيه ديال البشره اللي كتكون هي خاليه من التجاعيد او الشحوبات اللي هي كتظهر على البشره وكتخليها بواحد المنظر اللي هو كيكون غير لائق. كذلك هاد الماسك هو مفيد جدا للاثار ديال الحبوب، هذوك الحبوب اللي كيظهروا في بعض المناطق ديال البشره، فهو كيمحي الاثار ديال الحبوب، وكذلك عنده واحد الفعاليه قويه على الاسودادات اللي كتكون في الوجه، بحيث انه كاين هناك بعض الانواع ديال البشره اللي كتكون هي اللون ديالها غير موحد، ما كيبانش صافي بزاف بيض يعني، وما كيكونش عندهم كذلك، حتى ولو انه كيكونوا مثلا عندهم واحد السمرار او خمريين، فهما ما كيكونش عندهم واحد اللون ديال البشره اللي كيكون هو موحد عامه، كما الوجه كما العنق كما اليدين، بحيث انه هذا لو ماسك هو يمكن لنا نديروه للوجه ديالنا، ويمكن لنا كذلك اننا نضيفوه نديروه حتى اليدين ديالنا. بالنسبه للمكونات كاين واحد المكون اللي هو اصفر ديال البيضه، عفوا الابيض ديال البيضه، كما كتعرفوا بان لو بلون دوف او الابيض ديال البيض هو كيجعل البشره متماسكه، بحيث انه كيقلل من ظهور التجاعيد، وبالاخص انه التجاعيد لان هناك بعض الاماكن اللي هي ما يمكنش نديروا فيها جميع الماسكات. مثلا كنعطيكم كمثال لو بلون دوف يمكن لنا اننا نديروه في دائره العين بشرط انه يكون ديري داك لو بلون دوف يكون بوحدو ما مخلط مع حتى حاجه، الا وانك اللي بغيتي تزيدي عليه واحد المخيطات ديال الماء ديال الورد او بعد الزيوت مثل زيت اللوز، بحيث انه ما يمكنكش تخلطي معي بحال مثلا واحد الحاجه اللي انا اليوم غادي ندير لكم ماسك اللي هو كيتعلق ببياض البيض، وكذلك كنحتاج للخميره البنات، الخميره هي هذه الخميره اللي هي حبيبات، واللي هي راها مكتوب عليها بانها هي خميره رفيعه وحلال، ما فيها حتى شي حاجه اللي هي موائد اللي هي كتكون زائده، بحيث هذه الخميره كتخفف من التجاعيد، وكذلك كتشعل البشره او كتساعدها على الانتفاخ ديالها، بحيث هناك بعض الانواع ديال البشره اللي كتكون مترهله وغير متماسكه، بحيث حتى لابو كتكون دابله ديال الوجه وكيكون الوجه طايح، فهذه كتساعدنا على اننا انتفاخ الخدود، وبياض البيض هو كذلك كيجعلنا انه كيساعدنا على التقليل من التجاعيد الصغيره او هذيك التجاعيد الصغيره اللي يمكن لنا اننا كتحيد الرقيقه، كنقول الرقيقه وليست التجاعيد اللي كتكون غارقه وغامقه داخليا، بحيث هناك كيصعب على انها دائما الرقيقه، انما ممكن انها التجاعيد الرقيقه ممكن انها كتحيد او انها كتبسط مع البشره، كتكون رقيقه كتبسط بسهوله. كذلك عفوا غادي نحتاج واحد الملعقه او جوج ملعقات ديال الماء ورد، اللي ما عندهاش الماء ورد يمكن لها انها تستعمل الحليب، هنا بطبيعه الحال غتكون تحتاج واحد جبيبينه باش يمكن ليا انني نخلط فيها. هنا غادي نبدا باش انني يمكن ليا نفرز الابيض بوحدو
والاصفر بوحده. هنا غادي نبدا فوالا، كنبدا بهذه الطريقه بحيث انني كناخذ البيضه باش كيسهل عليا وانه ما كيتخلطش الصفر مع الابيض، فانني سوى انني كنكتفي بواحد هانتوما التقيبه صغيره على البيضه، وكيبدا كينزل بطريقه سهله. فوالا ها هو كيفاش يبان لكم. هنا غادي نحتاج كذلك انني غادي نضيف واحد ملعقه ديال الخميره. فوالا هنا غادي نضيف الملعقه ديال الخميره. انتما خدمه الخميره هي عباره على حبيبات، عندنا ملعقه كبيره ديال الخميره، ولكن حنا كنستعملوا يعني عندنا ملعقه صغيره، فكنديروا جوج معالق صغار ديال الخميره، ولا معلقه كبيره الا بغينا معلقه صغيره غنديروا جوج معالق، الا بغينا نديروا ملعقه كبيره كنديروا وحده اللي هي كبيره. كذلك غنحتاج واحد الملعقه ديال صغيره في الماء ورد، غادي نستعمل ملعقه صغيره ديال الماء ورد. كما كتعرفوا بانه ماء ورد هو مرطب وكذلك مغذي للبشره، وكذلك حتى هو كيعطي انه كيعطي اشراقه وكيساعد على تليين البشره ديال الوجه. هنا غادي نبدا على التخليط، والتخليط جيدا دونك تخلطوا مزيان البنات، لانه ملي كيتخلط كيقول لي عباره على كريمه اللي انا غادي نوريكم اللون ديالها كيفاش هي كتقول لي، وكذلك حتى السمك ديالها. البنات راه الخميره الفوائد ديالها زوينه، سواء انه هناك بعض الفيديوهات اللي كانوا كيقولوا بان الخميره راها كت كت كتعمل كدير الدود على البشره، على كديريها كتغسلي وجهك من بعدها انك كديري تمسحي بالهذا ماء ورد، كدي رشة ماء ورد وبعدها كديري نوع من الزيوت او اي كريم اللي هو كيكون مرطب. ف الى جينا اننا كنسمعوا راه ما غاديش نقدروا نديروا حتى شي حاجه، ولكن للتاكيد فانكم كتدخلوا التواصل الاجتماعي جوجل وكديروا فوائد الخميره الكيماويه على البشره، وراه كيعطيكم البنات واحد لاليست طويله راه ما تقراو. فوالا هنا ها هو كنولي عندي عباره على اون كريم اللي هي سائله، اللي اللون ديالها كيقول كيولي بحال قهوه حليب. هنا غادي نمر للتطبيق. فوالا كما كتعرفوني انا دائما لي ماسك ديالي كلهم الا انني كنستعملهم يعني كنديرهم قدامكم، ما ماشي كنعطي انا كنعطي الماسك وما كتظهرش يعني ما كنظهرش انا في الصوره، او انني كنستعمل غير كتجربه كنديروا على يديا. لا دائما الا دخلتوا انكم كتشوفوا في الصفحه ديالي الا انني كلهم لي ماسك، لانني انا ما كنستعملهم الا انني كنكون خديت واحد الدراسه عليهم وخديت افكار عليهم ان عاد كنديرهم. ما تنساوش البنات التطبيق كذلك على العنق، فينما انكم ديروا ماسك الا انكم ديروا على العنق، ما تنساوه العنق والبشره ككل. الا كنتو جالسين ما كتشقاو ما حتى شي حاجه، كذلك التطبيق حتى على
اليدين. فالإنسان مالكم شنو خاسرين؟ ما خاسرين حتى شي حاجة. هنا غنخليه لمدة ديال ربع ساعة أو 20 دقيقة لغاية أنه ما يجف. بعد هذا لدي موعد معكم. فوالا البنات، من بعد انه ما كيجف راه ما كيصعب عليكم انكم حتى تكلموا. من بعد ما انه كيجف فهو كيلصق على البشره وكيخليها انها واقفه واقفه بحال الجدار. كنعاود نعمل ان دوزيام كوش. شو العنق كيفاش كأنه كيكرم. ملي كنوصلكم البنات في الماء ديروا ان ماسك الا انكم كتبقاو في لا ميم بوزيسيون، ما كتبقاوش تحركوا بزاف باش انه هذوك التجاعيد كيمكن ليها انها تعالج، ما تبقاش انها كتشد كتحرك بزاف. فهنا غادي نمشي نستراح في واحد المكان اللي غيكون هادئ ونخلي حتى انه يجف ليا، وبعد هذا غنغسل وجهي وغادي نجي لعندكم. كتلاحظوا البنات بان الهضره ديالي شي شويه ما كنقدرش نحل فمي بزاف لان كارم ليا وجهي كارم. هانتوما البنات بعد ما انه مرات تقريبا واحد 10 20 دقيقه فهو كيكرم كليا. هنا غادي نمشي نغسل وجهي ونرجع لكم. فوالا البنات، من بعد انني ما غسلت البشره ديالي بالماء بارد، دائما كنوصيكم انكم بعد كل ما تغسلوا وجهكم بالماء بارد باش كيساعدكم على شد البشره ديالكم. يعني هانتوما كما كتشوفوا النتيجه كتكون الحمد لله، كتكون النتيجه اللي هي ظاهره، وبالاخص الى كان الانسان انه تكون عنده واحد المتابعه، يكون مثلا هاد لي ماسك بحال هاد لي ماسك يكون انهم كيعتبر مع الاقل مره واحده في الاسبوع. كنتمنى انه يكون راحكم، وكنتمنى كذلك انكم تدليو لي بالاراء ديالكم، او اللي عندها ماسك اللي تقريبا عنده نفس الفائده الا انه يكتبوا لي في لي كومونتير. كنتمنى ان القاكم ان شاء الله في فيديو اخر اللي هو غادي يكون باذن الله اللي هو غيكون كذلك مفيد. والى اللقاء، بوسه كبيره لكل صديقاتي واحبائي. باي.